مرحبا بكم مرة ثانية. خلونا كالعادة نبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. كان من أبرزها الاجتماع الأسبوعي للحكومة اللي تم عقده امبارح في مقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة. خلال هذا الاجتماع تم الإعلان عن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية في الأول من سبتمبر اللي جاي، بالإضافة أيضا للتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة إلى العاصمة الإدارية، ده غير الموافقة أيضا على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع محور السخنة الدخيلة للحاويات. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة لمتابعة الإجراءات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية اللي وجه بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنه هيتم البدء في تنفيذ حزمة الحماية الاستثنائية أول سبتمبر اللي جاي. كمان امبارح أكد الدكتور مصطفى مدبولي إنه بيتم حالياً الإعداد والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وده من خلال الاطمئنان على منظومة الاتصالات وتجهيز الطرق، خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال القطار الكهربائي والمونوريل. برضه امبارح وافق مجلس الوزراء على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجستي المتكامل للحاويات. المشروع ده هدفه الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط. كمان امبارح وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات الخاصة بدعم قطاع الصناعة. القرارات دي هدفها تقديم تيسيرات للحصول على الأراضي الصناعية ومد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فايدة 7% سنوياً بدلاً من الفايدة المقررة من البنك المركزي، وسريان ده لمدة 3 سنين، وده تشجيعاً للتنمية الصناعية ودعماً للتوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة. برضه امبارح وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المرتبطة بقطاع التعليم العالي، وده في إطار توجه الدولة للتوسع في أنماط التعليم الجامعي المختلفة في سائر المحافظات، بما يسهم في تلبية احتياجات الطلاب من البرامج التعليمية ويحقق تقليل الاغتراب. القرارات دي بتتضمن موافقة مجلس الوزراء على قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء عدة جامعات أهلية وإنشاء عدد من الكليات التكنولوجية بعدة جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية. أيضا نشرت وزارة الداخلية امبارح فيديو عن الجهود اللي قامت بها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والحملات التموينية المكبرة اللي قامت بها لضبط الجرائم التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط 21 طن ونصف دقيق غير معلن عن أسعارها. قام مسؤول مخبزين بدون ترخيص بالقاهرة والجيزة بتجميعها بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق، وتمكنت من ضبط أكثر من 48 طن سكر ومكرونة وأرز ودقيق معبأة داخل شكائر غير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤولي 4 مخازن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة والقاهرة والقليوبية بهدف بيعها بالسوق السوداء. ونجحت في ضبط قرابة 46 طن أقماح محلية محظور تداولها بدون تصريح. قام مالكو 4 مخازن لتجارة الحبوب والأعلاف بالمنيا وسوهاج ومطروح بحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء، وضبط 20 طن أسمنت بحوزة مالك مخزن لتجارة مواد البناء بالمنوفية حجبها عن التداول لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء. كما نجحت الإدارة وعلى صعيد تصديها لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية في ضبط 31 طن دقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بسوهاج، وتمكنت من ضبط 18 طن دواجن ولحوم ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالجيزة، وضبط 6 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بالجيزة، وضبط 25 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية بالبحيرة والمسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية. you
الإدارة تمكنت من ضبط 91 طن ونصف أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وذات أثر ضار على الثروة الحيوانية خلال حملات شنتها الإدارة بالمنوفية والشرقية والغربية، وتمكنت من ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية. كما نجحت في ضبط أكثر من 14 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بالجيزة. في جولة المحافظات معنا مجموعة أيضاً من الأخبار المهمة، منها انطلاق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، واللي هتبدأ من بكرة وتستمر لغاية يوم 27 أكتوبر. منها أيضاً إنشاء مجمع تدوير للمخلفات الصلبة بتكلفة بلغت 170 مليون جنيه في محافظة أسيوط، ومنها تخفيض درجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الفنية في القليوبية، وأخبار تانية كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر حصل فيها أخبار وأحداث كتيرة امبارح، أبرزها تصريحات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللي أعلن فيها إنه من بكرة هتنطلق الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وهتستمر لحد يوم 27 أكتوبر 2022. في أسيوط ناقش المحافظ اللواء عصام سعد الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع تدوير المخلفات الصلبة اللي بيتم إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 29 فدان بتكلفة حوالي 170 مليون جنيه، وده ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، والمجمع ده بيعتبر الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية. في القليوبية قرر المحافظ عبد الحميد الهجان النزول بدرجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الفنية للعام الدراسي القادم، وده تيسيراً على أولياء الأمور وتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمدارس الثانوية الفنية. في الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية كرم الفائزين في المهرجان الرياضي الرابع للرياضات الشاطئية في ختام فعالياته تحت رعاية وزارتي التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة، وتم توزيع الكؤوس والميداليات وشهادات التقدير على الفرق والطلاب والطالبات الفائزين. في البحيرة وجه المحافظ اللواء هشام أمنة برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة خلال موسم الشتاء المقبل، وقال إنه تم دعم منظومة مواجهة الكوارث والأزمات بتكلفة تتجاوز 455 مليون جنيه. كمان في أسيوط حصلت إدارة الكلى بمديرية الصحة على المركز الأول وتحقيق رقم قياسي على مستوى مستشفيات وزارة الصحة لجلسات الغسيل الكلوي لمرضى العناية المركزة ب 235 جلسة، والمحافظ اللواء عصام سعد قرر تقديم جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المنظومة الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. في سوهاج تم إطلاق الغاز الطبيعي لأول مرة بقرية القرعان في جرجة، وده بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للقرية شاملاً شبكات التوصيل والبنية الأساسية، وأصبحت خدمة الغاز الطبيعي متاحة للمواطنين بالقرية لتوصيلها لنحو 1500 وحدة سكنية. امبارح عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برئاسة الدكتورة رانيا هداية مديرة البرنامج بالقاهرة، وتم بحث آخر التطورات بعدد من ملفات التعاون المشتركة في المشروعات.